مختصر الثلاثاء 5/12/2023. الناس اللي بيهمها من الصفحة لايك وشير، الشير عشان حماية صفحتكم، وأرجع شوف باقي التفاصيل. بالنسبة للموقف العمليات والعمليات، عندك الجنوبيين اللي هم النوير المرتزقة اللي بيقاتلوا في صفوف الميليشيا، والحمد لله يا ميس عرفوا يعني ان النازل لا دين لهم، بين يوم وليلة طلعوهم عبيد، طلعوهم راضعين مريسة وسمعوهم كلام عمرهم ما سمعوه، يستاهلوا. خليك من الفيديو المنتشر واللي ساعات السمعان النازلة، لا في نويراوي مجروح نازل واقفين في راسه ما خلوا كلمة ما قالوا عليه، وقتلوا من النوير 23، جرحوا منهم 19، وعوقوا منهم عبر التعذيب يعني المسكوزات، وعذبوا كده لما في مجموعات دقوا ما دينجا لا دين لهم دينجا. دي انا بستغرب من بعض الفلنجايات كويس من ابناء دارفور اللي بيدافعوا عن الدينجا وبتوهموا ب56 وبحرب الكيزان وبطل الزهر. وقول كان بقتلكم منو يا فارات انتو؟ كان بقتلكم مش كان بقتلكم الجنجة ديل؟ ها؟ جنجويتي سايقهم بالقلق اللي قال مذكرين لما الطيران بدوك فيهم. طيب الطيران لما بدوك فيهم انت كنت تحب شنو؟ كنت منظمة خيرية قاعد تقدم لهم في العلاج ينام، انت كنت اللي بتحرق وانت كنت اللي بتغتصب، وكنت انت اصلا انت كنت اداء صنعوك عشان تنفذ المهمه دي يا جنجويتي، جاي تتوهم. والله العظيم انا قلت لك فلنجات كده ما عارف الواحد ذاته بيفهم كيف ولا يفهموه كيف. الجنجة خطيرين يا هم النوير، والنوير جنجة ما بعرف النوير جنجة ما هم في هم ذاتهم اجانب يعني دخل على البلد ما بعرف النوير. النوير ما بخلي حقه والله، لو بعد 100 سنة بخلي حقه. هسي راكبين راس فرز وكلهم برام، عدتهم ذاتها مدفعيتهم اغلبيتهم ضارب المدفعية، عشان كده عم تدور في الناس زي سلاح تقيل، رغم الناس ما قتلوا من الجنجة، قتلوا منهم حكاية بتاعت 18 جارحين فيهم كم و20، ما قتلوا فيهم كتير، لكن اغلبية نوير ديل بيضربوا كل الأسلحة وأغلبيتهم بتاع المدفعية، وحلفوا ولحد الآن لحد الآن راكبين راس، رغم إنه الجنجة استعانوا بالجماعة الحشدون ديل الحسين أو المؤثرين فيهم، استعانوا بهم وأغلبيتهم اتقيموا، في ناس بالتلفون بس اقتنعوا، في ناس تلفونات كده بس سمعوا من القاعدين هنا أو يجوا، ما الجنجة حقارين يا زلمة. وأغلبية النوير شاهدوا يعني، وتعال شوف الجنجة رموا نفسهم كيف. قبل يومين ما حلفوا قالوا يا أخي نحن ما معانا الجنوبيين قاعدين يقاتلوا وكده، هس الليلة قال لك نحن بننفي الخلافات كويس بيننا وبين أبناء النوير. عليك الله شوف الحامل دي، شوف عشان تعرف ان الجنجاوي ما عنده عقل. انت وين قبل ايام ما قلت لا لا ما في، ما عندنا كلام زي ده، ثبتها في نفسك. على العموم نتمنى والله عدم ضبط النفس، ولسه زيدوا في الموضوع النوير والله ما حيخلوه، والعدوى انتقلت يعني حتى ناس القلاقات راكبين الراس، ناس الجبل برضو هناك راكبين الراس، حتى الفيل قريب هناك راكبين الراس، شغل حدقتهم فيكم ونوير يجمعوكم بينا، ونحن يجمعوكم انتوا ونجمع النوير ذات معاكم. اصلا النوير ذات نحن عندنا تار معاهم ولم نخليه، حتى شفت لو عملوا شنو ذاك ما نخليه. في النهايه الناس كويس مرتزقه ومعتدين وارتكبوا جرائم تدقوا بس. طيب فيما يتعلق بالموقف العملياتي، الجيش الليله حيد اكثر من 3 مدفع خارج الخدمة بفضل الله، ثم بيعني شفتنت وحرفنت
الجوية والمدفعية. تنسيق زي التنسيق، تم جمع وتحييد الثلاثة مدفع بنجاح، بالإضافة لبعض الأهداف المتحركة. تم بلّ جنوب الخرطوم أكثر من كم هدف متحرك تم جاهم، حتى في مدرمان برضو في أهداف متحركة، وكان بتنسق الهجوم برضو، تم دكة وفرتقتها. كذلك عندك حبة فرفرة كده حول القيادة برضو، الجيش تمكن من القضاء على ودكة التحرك ده، بالإضافة برضو لشرق النيل، لأنه طبعا يوم القيامة رطنت فيهم دقتهم دق تقيل. الأصوات اللي قاعد تسمعها دي يا إخواننا، دي مدفعيات يوم القيامة، دي العدة الجديدة، خطرة شواذة عنيف. تسمع انت كده بتقول يمكن ضربك هنا، ده صوت يعني قوية جدا جدا. الشغل ده مدور في الجنجة، استهدف تجمعات الجنجة عندك في شرق النيل عموما، وعندك جنوب الخرطوم، وعندك برضو في الجبل في أهداف تامة دكة، وعندك الغايد قبة كبرة. يا إخوانا الجبل قلنا لكم قبة وقجة في فرق، قجة ده هو ذاته مهمش داخل الجنجة، أما قبة ده له وزنه، وإلا كان في ضيق ذاك اللي هو ده كويس الدين ده يعني بفوق له، أو قد هو أعلى منه. لكن في جنوب الخرطوم ده كلها ما في دل دش دل مدور الشغل ده كله، جبال مرق منها ببونتي بس. لكن إن شاء الله برضو بتنجبن، فالعمليات ماشية تمام يا إخواننا، والناس تطمن.